الآن حصل برضو في انخفاض على الإقبال على السلع الغالية أو الماركات الفارهة، خلينا نقول صحيح، بسبب ما وجدوه من حقائق. اليوم بالفعل إحدى البارحة إحدى المقالات اللي كانت في وول ستريت جورنال إنه في هناك وجدوا هناك مخالفات فيما يخص ثلاث ماركات كبرى، ديور، أرماني، وألفييرو مارتيني، اللي تصنع الحقائب اللي عليها خرائط دائما معروفة بهذه الحقائب. اليوم إيطاليا تنتج 50 إلى 55% من السلع الفاخرة في العالم، سواء جلود أو ملابس أو غيرها. في استطلاع وجدوا أنه 50% من المتسوقين مستعد أن يدفع بريميوم سعر أغلى 30% بس على صنع في إيطاليا طبعا. فاليوم بالضبط مثل ما حصلت ما صنع في إيطاليا، صنع في سويسرا، صنع في يعني اليوم يدفع من السعر أكيد. صحيح، يعني في مرات بس تشوفي صنع إن شاينا تتخيلين أنه يمكن تكون الكواليتي مو كويسة، فالناس مستعدين يدفعون أكثر على نفس الشيء مصنوع. فاليوم اللي صار إنه الكثير من الشركات الكبرى البراندات الفاخرة خلت المصانع موجودة في إيطاليا أو في فرنسا بس تجيب عمال من الصين وموردين صينيين.